معكم، يعطيكم العافية. بعد شوي راح أطلق لكم الفيديو اللي هو المقارنة بالبنج وأنا قريب على الراوتر وأنا بعيد على الراوتر. هذا الفيديو بس شرح، لأن حق شنو؟ حق إنه إذا أنا أبي ألعب بالبيت أو بتحرك بالبيت بدون أي مشاكل لازم تكون عندي توزيعة زينة. أما تحط لي راوتر واحد، الراوتر واحد زين بمكان واحد، بس لما تنتقل من مكان لمكان لا، تحتاج أكثر من راوتر، تحتاج أكثر من شيء. طبعا نسمع قلت لكم دائما أتكلم وقول النظام مش أفضل، تحطون اكسس بوينت كيفكم، بس راح يصير البنك اعلى لما تنتقل من مكان لمكان. فراح احط لكم الحين المقارنه، شوفوها. يلا ان شاء الله اموركم كلها تكون طيبه. في اليوم بس بغيت اوريكم شغله، احنا الحين شابكين على الواي فاي زين، فراح يبين معاي البنك. شوف انا الحين اكون بنكي ممتاز مع الراوتر، بيظل عندي بنك اللي هو خارج خارج الانترنت عندي. شوف لما يكون عندي بنك داخل الجيت واي، شوف الجيت واي عندي من يزيد راح يزيدون الباجي عندي، لان انا هني بيني وبين الجهاز في عندي مشكله، فما بالك باللي يصير بعدين. طبعا شوف احنا لازم نشوف لنا مكان نكون قريب على الجهاز، مثلا احنا حاليا قريب عليه زين، ما في عندي شيء مشكله. شوف البنك كله عندي تعدل، صار ما في اي مشكله عليه. طبعا في جوجل هذا يعني اكثر من سيرفر حق جوجل، هذا سيرفرهم الرئيسي اللي هو 8.8. خلينا نشيل الارقام عشان تشوفون هنا انا قريب عليه زين. خلينا نحاول ابعد عن الراوتر بالواي فاي، خلينا نشوف ايش اللي يصير معنا. اساس الحين نقول لما تشبك زين خليك دائما تكون قريب على الجهاز او شيء كذي، احساس انه لا يصير معك اي مشكله. بعدنا عنه، شوف الجيت واي صار عندي، شوف بيني وبين الجيت واي. الجيت واي يعني ترى الراوتر، ها دائما حطوا بالكم جيت واي يعني الراوتر، يعني هو الممر على قولتهم. شايف نقول جيت 1 3 4 حق الطياره. فشوف انا الحين رحت بعيد عنه شوي، طبعا ننطر عليه مده شوف ايش كثر صار. شوف رحت مكان وايد بعيد زين، فشوف شو صار معي. شوف وايد طاح بالبنك، قال ورد عدل لي مره ثانيه، اخترب ورد عدل لي مره ثانيه. ليش هناك لما كنت قريب عليك كنت شابك 5 جيجا هرتز، احنا من بعدت عنه صرت شابك 2.4. من يتعدل شوف كم تعدلون الباجي بعد معي. فهذه شغلات انت حاليا بالبيت، انت بمكان معين، بيت معين، شركه، باي مكان، وعندك البنك الداخلي عندك فيه مشكله، فما بالك يصير برا. عشان كذا نقول لكم خذ راوترات زينه، خذ راوترات قويه اساس ان يكون عندك السيجنال وايد ممتاز. هذا شرح على السريع، وجمعة مباركة لكم كلكم.